رفعت راية البيضاء، إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في سادس أشواط هذه الأمسية الخيل المبتدئة والتي تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة الإيدفور لهم قيمة الجائزة 50,000 ريال، 18 اسما تسعى لتسجيل أولى انتصاراتها يتقدمهم بالمرتبة الأولى، مد الوصيل بفارق طول عن أقرب منافسيه سيسي نور وكذلك كيفان يتمركز في المرتبة الثالثة، مسك في المرتبة الرابعة ومعضد في خامس المراتب، وهنالك سرجاس يتمركز في موقع مميز برفقة دارازين وكذلك هالتوم ذا نايل، ومن المسار الخارجي حيدرة ومتنامي، هنا المنعطف الأول والأخير في هذا الشوط لا يزال يتقدمهم مد الوصيل مع محمد النفسي، هنا القدوم من قبل سيسي نور وكذلك معضد في ثاني المراتب الذي يتقدم الآن، والاستحثاث قادم هنالك من كيفان مع أحمد الطيار، دارازيني يظهر من بين الأسماء والسرجاس يظهر وكذلك مسك يبحث عن المسار قبيل المنعطف الأخير، هنا التوفرنج الفاصلة مشاهدين متابعين الكرام وصراع البحث عن الانتصار الأول، يتقدم معضد يخطف المرتبة الأولى في هذه اللحظات أبدا إذن مع مهند الشمري، التوفرنج الفاصلة مس قادم من المسار الخارجي ودايلد إن يبدأ بتوسيع الفارق الآن أبدا إذن معضد قادم يوسع الفارق من سادس مشاركة له، مس قادم بالدخول استحث أكثر فأكثر، عادل فريدي يبدأ الآن بالتنافس برفقة معضد الذي يبدأ من المسار الداخلي رمية برمية نظرة بنظرة، مسك ومعضد معضد ومسك، مسك يبدأ الآن لكي يخطف أولى انتصاراته من المشاركة الثالثة في سجله السباقي ويستفتح موسم سباقات الطائف بانتصار أكثر من رائع. ألف مبروك للسيد عبد الإله الموسى والمدرب أحمد عبد الواحد والخيال عادل الفريدي الذي أبدع بقيادة مسك. وهنا روح